السلام عليكم كل متابعين قناة الأعزاء، رب تكونوا بخير. أنا عادل والي ودي قناة شوارع ومعالم اسكندرية. النهاردة الأحد 26 نوفمبر. الأجواء النهاردة إيه؟ من على إحدى المراكب الغارقة في الميناء الشرقي. الأجواء النهاردة زي ما شايفين، امبارح كان في عاصفة ترابية، النهاردة العاصفة الترابية اختفت، ولكن ما زال حركة الرياح مرتفعة. طبعا حركة الرياح أثرت على حركة الأمواج، فحركة الأمواج أيضا النهاردة لحد نوعا ما كده مرتفعة. موجودين في منطقة الشاطبي مع منطقة الأزاريطة، آخر حدود منطقة الشاطبي مع منطقة الأزاريطة داخل الميناء الشرقي. أتمنى لو حضراتكم أول مرة تتابعونا اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس علشان كل جديد عن اسكندرية يوصل لكم. الأهم ما تنسوش ادعمونا بالإعجاب من أسفل الفيديو. الشمس ساطعة من بداية النهار، الجو فيه نسبة برودة ولكن ممزوج بالدفء، يعني الشمس موجودة، الدفء موجود، ولكن الحذر لابد أن يكون أيضا موجود. الصيادين الهواة والمحترفين موجودين اهو داخل الميناء الشرقي. طبعا اللي في المية ده اكيد محترف، تمام. طلبة جامعة اسكندرية بأعداد كبيرة موجودين على سور عباس حلمي الثاني. امامنا منطقة الأزاريطة، القائد ابراهيم، حط الرمل، المنشية، انفوشي، بحري، السيالة، راس الدين، طابية قايتباي، جامع الصيادين. امامنا الميناء الشرقي. غالبا حركة الصيد النهاردة متوقفة تماما والله أعلم، بس غالبا حركة الصيد متوقفة، حتى مراكب السياحة اليخوت مش موجودة في الميناء الشرقي، ده معنى إن حركة المراكب متوقفة. إحنا موجودين على إحدى المراكب الغارقة، طبعا رست هنا في الميناء الشرقي في بدايتها. امبارح كانت الاجواء صعبه شويه، كان الرمال والغبار كان مالئ السماء، ولكن من الصباح الباكر مفيش لا غبار ولا تراب ولا رمله، الاجواء نظيفه، ولكن بنسبه 10% ما زال الرؤيه ضعيفه في الاجواء. صباح الخير، صباح الخير، ايه الاخبار؟ ايه ضعيف؟ ها ايه النوى فاتت ولا ايه؟ هي كده شكلها خلاص فاتت. ها معلش، ربنا يرزق ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. طبعا الصيادين يهمهم طبعا الاجواء تكون على ما يرام. طلعنا كده فوق السور، سور الميناء الشرقي، الأحد 26 نوفمبر. كل عام وانتم بخير، أجواء شتوية جميلة جدا، ممتعة جدا. أنا متأكد إن الصوت هيكون مش مظبوط، ولكن لابد إن تعيشونا وتشاركونا الأجواء الجميلة. Thank you.
امامنا اللي ما عندوش فكره مكتبه اسكندريه، كافيهات ومطاعم مكتبه اسكندريه، القبه السماويه، كوبري المكتبه، قاعه المؤتمرات الرئيسيه في اسكندريه، اخر شوارع منطقه الشاطبي اللي امامنا شارع الزركشي، ثم ياتي شارع سوتر او سوتير بدايه منطقه أتمنى أكون أسعدناكم. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى.